مشاهدي قناه شبقة قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه، بالضبط في السوق الحمراء او كيف ما كيقولوا عليه سوق الدبان. هنا اي حاجه طاحت لك على البال، اي حاجه بغيتيها كتلقاها في هذا السوق هذا كيف ما عرفنا. يعني اغرب الاشياء، اصعب الاشياء، يعني شي حوايج اللي صعيب باش تلقاهم في شي بلاصه اخرى كتلقاهم في هذا السوق هذا اللي هو سوق الدبان. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، حتى اشياء بدون قيمه، يعني شي حوايج اللي ما كنعرفوهمش اش كيليقوا، حتى هما كيتباعوا في هذه البلاصه هذه مشاهدينا المتابعين. فكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش جميع الناس يعرفوا هذا السوق هذا، وكتشوفوا الجماليه ديالو، كتشوفوا ان اي حاجه طاحت لكم على البال كتلقاوها هنا في هذه البلاصه هذه. يعني اي حاجه بغيتوها كيف ما كان الشكل ديالها كيف ما كان النوع ديالها غتلقاها هنا في هذا السوق هذا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. يعني سوق الدبان مباشره من مدينه المحمديه، اجود انواع. يعني كما قلنا ان شي حوايج اللي تقدر ما تلقاهمش، شي حوايج تقدر تقول انهم غابرين كتلقاهم في هذه البلاصه هذه مشاهدينا المتابعين. يعني اجود، يعني شي حوايج اللي كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، اللهم بارك. يعني كل شيء موجود، السلعه كل شيء كاين، يعني اللهم بارك. شوفوا معنا الاخوان، يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني هادو هما السلعه. يعني شوفوا معنا، يعني اي حاجه بغيتوها كتلقاوها في هذا السوق هنا الاخوان. يعني اللي بغى شي حاجه هنايا، يعني اي حاجه، السلعه اللي بغيتوها موجوده. والغريب في الامر ان الثمن كتلقاه هنا بثمن مناسب، يعني الثمن كيبدا من درهم حتى، يعني تقدر تلقى اي حاجه يعني جميله، كوكوط، اي حاجه بغيتيها غتلقاها في هذه البلاصه هذه في السوق ديال الدبان هنا ديال المحمديه مشاهدينا الكرام. كتشوفوا معنا يعني اغرب الاشياء اللي كتباع في هذه البلاصه هذه، يعني شوف السماطي، كتشوف الاواني، كتشوف كل شيء كيتباع هنا مشاهدينا المتابعين. فكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق. شوفوا معنا يا اخوان، يعني اي حاجه بغيتوها الا غادي تلقاوها هنا في هذه البلاصه هذه مشاهدينا الكرام. اللي بغيتوه شوفوا معنا الاخوان، يعني اي حاجه بغيتوها كتلقاوها هنا في هذه البلاصه هذه. شوفوا معنا، يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني اغرب الاشياء كتباع هنا في هذه البلاصه هذه. يعني اي حاجه بغيتوها الا وغتلقاوها موجوده كتباع في هذا السوق هذا مشاهدينا المتابعين. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني شي حوايج يعني كما قلنا ما يقدروش ما يطيحوش لكم على البال، كتلقاوهم كيتباعوا في هذه البلاصه هنايا. يعني شوف، يعني كلشي كاين في السوق الحمراء هنا في مدينه المحمديه. اللي بغى يجي يتقدى شي حاجه فجيو مرحبا بكم، خصوصا الناس اللي كاينين هنا واحد المعامله كيتعاملوا بها مع الكليان ديالهم، يعني معامله يعني راه ما يمكنش الاخوان. يعني كنتمناو من ساكنه مدينه المحمديه انهم يجيو لهذه البلاصه هذه ويجيو ويزوروا هذه المنطقه هذه، بزاف ديال الناس ما عارفينهاش. هنا السوق الحمراء بين درب لابيطه، يعني كاين هنايا السوق ديال كما قلنا كتباع اغرب الاشياء، يعني شي حوايج اللي ما تقدرش تطيح لكم على البال. والغريب في الامر يعني اي حاجه بغيتوها هنا راه كاينه وبثمن جد مناسب، يعني كيف ما قلنا ثمن مناسب، كلشي كاين. يعني اي حاجه طاحت لكم على البال تقدروا تلقاوها في البلاصه هذه، اي حاجه طاحت لكم على البال، اي حاجه كيف ما قلنا هانتوما كتشوفوا جميله، يعني سناسل، يعني شارجورات، كلشي كاين في هذه البلاصه هذه بالجوده العاليه بالجماليه اللهم بارك. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني كما قلنا لكم اشياء، حتى الاشياء اللي بدون قيمه حتى هي كتباع في البلاصه هذه. يعني كلشي كاين، اللهم بارك، السلعه موجوده. فكنتمنى انكم تجيو تزوروا هذه البلاصه هذه، تزوروا هذه المنطقه هذه كما قلنا لكم مشاهدينا المتابعين. يعني كلشي كاين، يعني مباشره من السوق الحمراء. يعني كما قلنا ان كاين شي حوايج كما قلنا انهم تيكونوا بعض المرات، يعني ولو انك تقدر تقول انهم ما نافعينش، ان هذه الحوايج هذوك تقول انهم ما عندهمش منفعه، ولكن اللهم بارك راه السلعه، يعني راه الخير موجود، يعني كلشي نافع. قول لي ما كاينش شي حاجه ما نافعاش، الا ما يبانش وجهك. هاتها هادي شناهي؟ هادي ديالاش اخويا؟ 40 امبير. ها هو امبير شارجور. هادو شحال الثمن ديالو؟ هذا 15 درهم، 20 درهم مساوي، حيت اوربون وكازيون، ماشي اوريجين، ماشي بدوريجين. هذا خدام، هادشي كلشي تيلي كوموند. هادشي كلشي خدام. هادي مكانه هادي كلش مكانه. مكانه وراديو. مكانه وراديو. كتفيق. شحال الثمن ديال هذيك؟ هذيك 10 دراهم 15. هانتوما الاخوان. هانتوما الاخوان، يلا هانتوما اللي غير اللي ما بغاش. شنو هي؟ هادو كلشي خدام هادشي. وبلاتي بلاتي غتبقى لي هادي راديو اللي قلتي لي. يا الله كنقول راديو الارم الاخوان، هانتوما. راديو الارم فيه كل شيء غير ب 10 دراهم. ها اللي ما بغاش، ها انتم بلي زيكوتور ديالو وكل شيء ليه غير ب 10 دراهم، ثمن جد مناسب. ها انتم الاخوان، يعني في بلاصه الحجر 10 دراهم انا. ها انتم الاخوان اللي بغى يجي هنا يسول على مور راديو ديال 10 دراهم راه غيجيبكم حتى لعندو. ها هما جداد اوريجينال تاهما.
انتوما الاخوان خيالي كنديروها ب 100 درهم 4 درهم شوفوا هاي بالو ديال الايفون 100 درهم كلشي انتوما الاخوان وخربوعه هاي البوشيطه ديال الايفون شاهد علينا بلا معقول انتوما ديال الايفون الاخوان ديال الايفون هذه بشحال ثمنها هذه حتى هي هذيك مثلا نبيعها ب 5 درهم انا 100 درهم هانتوما الاخوان يلا بوشيطه ديال الايفون بوشيطه ديال الايفون الاخوان غير ب 100 درهم غير اللي ما بغاش يعني بوشيطه ديال الايفون اوريجينال ماشي شي حاجه زعما راه الاوريجينال الاخوان نوفو وباقا جديده كيف ما كتشوفوا معنا هانتوما الشاو الغبره وكذا راه يعني الا 100 درهم اللي ما بغاش يجي يتقدى الاخوان شوفوا معنا 100 درهم اللهم بارك الخير كاين الجوده العاليه 10 درهم الراستا الراستا هذا الراستا اوريجينال كيدير لي زافريكان وقطعوها الراستا شحال الثمن ديالها هذه 30 درهم 30 درهم مدينه قديمه معروفه شحال الراستا راه كتباع 100 درهم 200 درهم باش كدار الراستا معلم ها انتم الاخوان الراستا 10 درهم السروال السروال تجي ب 10 درهم ديال البنات اللي ما بغاش السروال تجي ب 10 درهم الاخوان ها انتم السروال تجي ب 1000 فرانك كلشي كاين الخير كاين الاخوان الخير موجود وبالجوده العاليه كيف ما كتشوفوا فكنتمناو انكم تجيو تزوروا هذه البلاصه هذه ايام زمان سوق ديال الويزيه اقول هذا هو هذا هو اللي ولا بلا سوق الويزيه دابا الخير موجود كما كتشوفوا معنا الاخوان يعني كلشي كاين سبرديلات هاد السبرديله شحال ثمنها شاي ها انتم الاخوان السبرديله ب 600 درهم ويتفاهم معاك الاخوان من الفوق يعني غير جي 30 درهم تقدر تعطيه 20 25 يبيع عليك كرافطات تما كاينين ها انتم بقاو معنا الاخوان بالنسبه للناس اللي كيتسالوا على البوشيطات ديال الايفون ها هما راه كاينين هاي الايفون يعني 13 برو ماكس 14 كلشي غير ب 100 درهم وراديو راديو الاخوان ب 10 درهم ها انتم الاخوان راديو فيه كلشي ب 10 درهم ها اللي ما بغاش يشريه الاخوان ما انتم خيوطه كاينين نضاضر نضاضر شحال الثمن ديالو نضاضر ديال الشمس هادو ولا هادو ديال الشمس هادو اه هادو هادو ب 10 درهم ها انتم ديور والله الا ما شوفوا خويا ها انتم الاخوان نضاضر ديور ماركة عالمية الإخوان غير ب 10 درهم هاتو نضاضر الإخوان ماركة عالمية ديور أوريجينال 10 درهم الإخوان ثمن جد مناسب هاكا أفيد هاتوما الإخوان أي حاجة بغيتوها كلشي كاين هنايا يعني حتى من هاتوما يعني أصحاب عشاق الدي في دي والفي سي دي هاهما السينيات باقا تا الأرتيزانة لا 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 ارلي 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 هانتوما العشاق التراث الاصيل الصناعه التقليديه الاخوان هانتوما التراث الاصيل الاخوان شي باش تلقى باش تلقى بحال الشريط هذا قد شحال الثمن ديالو اه يوسف 100 درهم كاع 100 درهم هانتوما الاخوان كاين الناس اللي كيشريو هذه ماشي باش يخدموها يعني غير ديكور كتفكر بها الذكريات مازال كيخدمها كاين مازال كيخدمها ولكن ما كاينش اللي غتخدم فيها اللي باقي عنده دي فيديو كيخدمهم بلي بي افلام ديال الكري وباقي الناس كبار هانتوما الاخوان والثمن 5 دراهم يعني العشاق الارتيزان الاخوان هانتوما 10 دراهم ثمن مناسب غالي ما بغاش يتقدم راه جداد كرافطات بشحال الاوريجينال هانتوما الاخوان شوفوا معنا الكرافطات الاوريجينال الاخوان بيدريين الغبره وكذا الدوريجين دوريجين هانتوما كرافطه باقا جديده الاوريجينال الاخوان الله 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 الا دوريجين والله الاخوان قهوه الشيخ سروال جيب شحال الثمن 30 درهم اخويا قول لي الناس البلاصه فين كاين انت واش اللي بغى يجي يتقدم لعندك قربه معروفه الجوطيه في المحمديه انا معروفه اللي بغى يجي يتقدم هذه البلاصه عندك انت شي اش يقول لهم باش معروف انت يا قول لهم لا باش نسمي راسي انا ها انتم الاخوان كتجيو هنا سولوا على قولوا الودادي 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 راه غيجيبوكم لعندو ها انتم الاخوان الهوشه البروموسيون عنده في هذه البلاصه هذه اللي بغيتوها اي حاجه تقدر تطيح لكم على البال كاينه في هذه البلاصه كما قلنا والثمن جد مناسب وبالجوده العاليه الاخوان كيف ما قلنا لكم راه كلشي كاين يعني راه اللهم بارك على السلعه موجوده الخير موجود والثمن المناسب كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام اللهم بارك ها ما تفوتش 10 درهم ما كتفوتش 10 درهم الخير كاين هنايا كلشي موجود ب 10 درهم ها انتم الاخوان كذلك الاخوان
راه لا اله الا الله محمد رسول الله وصابرين نقول لي في البلاد الحمد لله واش غنديروا ومقاتلين راه شويه وصافي ودابا بيني وبينك قلت لي الازمه ومالك انت جايبها حلال مالك انت واقف من الشمس كتضرب حمد الله وقانا عود الناس وباغي الخير ها يعني راه فكش انت تمشي تجريسي وتشد العباد ولكن لا القناعه ما قدروش هذاك الشيء ساهل ما قدروش عليه صراحه الله والله القناعه عاد تقول اللهم تبيع بياسه بخمسة دراهم 10 دراهم ولا تدي العباد الله يسهل عليك يا حبيبي الله يكمل عليك كما كتشوفوا معنا الاخوان يعني الجوده العاليه اللي شوفوا معنا هانتوما غير 10 دراهم 10 دراهم تصاوب ليا مع السيده تصاوب ليا مع السيده هانتوما الاخوان شكاره بشحال تمنها اخويا اللي قال معايا نقول معاه وانت قول لي شكاره بشحال تمنها هانتوما الاخوان شكاره بخمسة دراهم هانتوما الجوده العاليه والجماليه اللهم بارك شكاره غير اللي ما بغاش شكاره ب 10 دراهم الاخوان ما عرفناش واش عندكم تشوفوا شي بلايصه في الاسواق هادو اللي سكر بهذا الثمن هذا الهوت الاخوان شوف شوف الصبر ديالك والصبابه تما شحال ديال اليوم خويا العزيز 10 دراهم 10 دراهم ها انتم الاخوان الجماليه والجوده العاليه اللهم بارك الخير موجود وقتنا كبير كيجيونا كيتقداو في هذه البلاصه هذه فجيو جيو شوفوا يعني بزاف ديال الحوايج كتلقاو كما قلنا الثمن يعني 5 دراهم درهم 2 دراهم 10 دراهم كل شيء كاين يعني عشاق الناس العشاق الكتب ها هما تما الكتوبه راه كاينين بثمن جد مناسب الاخوان ها انتم يعني كل شيء كاين يعني جيونا لهذ البلاصه هذه سولوا على سوق الدبان غادي يجيو يوريكم السوق الحمراء راه معروف هذا السوق هذا معروف بالبروموسيون ديالو بالجماليه ديالو راه اغرب الاشياء واحسن الانواع كيشوفوها الاخوان يعني شوفوا معنا عشان من الدواء كيشبع هنا الاخوان الله يعطيهم الصحه للناس هذو الله يسهل عليهم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام علي اجمل الاشياء كتجمع هنايا واغرب الاشياء حتى من الكتوبه هما يعني كما قلنا اشياء كتجمع هنا في البلاصه الى هنا مشاهدي قناه شاف قناه شفت فينك شفت في هذا القدر على ان نلقاكم في مباشر اخر شكرا وعلى اللقاء.